تركيا ومنذ الساعات الأولى من فجر هذا اليوم أعلنت عن عملية عسكرية موسعة في داخل الأراضي العراقية، وهذا الإعلان جاء رسميا بهذا الشكل من قبل وزارة الدفاع التركية. والأهداف الأساسية لهذه العملية هي تأتي على ثلاثة مناطق. هذه المناطق التي ترونها هي كلها تأتي في شمال العراق. هذه المناطق باللون الأصفر هي طبعا مناطق سيطرة حكومة إقليم كردستان، والمناطق باللون الأحمر طبعا هي مناطق سيطرة الحكومة الاتحادية أو الحكومة العراقية، ومن هذا الاتجاه هي الأراضي التركية بهذا الشكل. المناطق التي الآن تتم فيها العمليات التركية هي المناطق بالنقاط الحمراء التي ترونها، وهي منطقة زاب وكذلك أفشن أو أفاشن بهذا الاتجاه، وكذلك ميتنا بهذا الاتجاه. بالنسبة لهاتين المنطقتين هي تبعد ما يقارب 6 كيلومترا عن الحدود مع تركيا، منطقة أو مناطق قريبة جدا من الأراضي التركية. بالإضافة إلى ذلك أن هذه المنطقة التي تحدثنا عنها أيضا هي تبعد ما يقارب 15.6 كيلومتر عن الحدود وعن الأراضي التركية، وهذا يوضح تماما بأن هذه العملية العسكرية هي تأتي على عمق ما يقارب من 15 إلى 20 كيلومترا لا أكثر ولا أقل. في هذه العملية العسكرية تستخدم تركيا بشكل مباشر وواضح قوات الكوماندوز والعديد من الأنواع من الطائرات، نتحدث عن طائرات F-16، كذلك مروحيات قتالية، طائرات مسيرة من عدد من الأنواع التي تستخدم في هذه طبعا العملية الموسعة. والهدف الأساسي بالنسبة للقوات التركية هي حزب العمال الكردستاني. هذه المناطق تتواجد فيها الكثير من المخابئ والكهوف والأنفاق، لذلك هذا هو الاستهداف الأكبر، الكهوف والأنفاق والمخابئ التي يتواجد فيها حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى المعسكرات التي يتدرب فيها عناصر حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق، بالإضافة إلى المستودعات التي يخزنون فيها الأسلحة. بالتالي الهدف الرئيسي هو ضرب البنية التحتية لحزب العمال الكردستاني، وهنا تأتي المهمة الأساسية بالنسبة لتركيا. لماذا أعلنت عن هذه العملية ولماذا اتخذت هذا القرار الآن؟ هو من أجل منع حزب العمال الكردستاني من أن يقوم بأي هجمات من داخل الأراضي العراقية على الداخل التركي بهذا الاتجاه. وهذه لا تعتبر هي العملية الأولى التي تهدف إلى هذه الأهداف، أنها تضرب كل هذه الأهداف التي تحدثنا عنها، أو من أجل أيضا منع حزب العمال الكردستاني من أن يقوم بمثل هذه الهجمات. في فبراير الماضي من هذا العام تركيا أيضا قامت بعملية أخرى كان اسمها نسر الشتاء، وهذه العملية كانت موسعة، كانت تستهدف الداخل العراقي وتحديدا سنجار، وعلى عمق طبعا عندما نتحدث عن سنجار نتحدث على عمق 85 كيلومترا قطعت القوات التركية، على عكس هذه العملية التي نتحدث عنها التي تصل إلى 20 كيلومترا، اقتحمت ووصلت إلى سنجار، وحتى أنها قامت بعدد من العمليات، ضربت عدد من المواقع في الداخل السوري وتمكنت من تدمير 80 مقرا وموقعا تابعا لحزب العمال الكردستاني، وأيضا استخدمت 60 مقاتلة في تلك العملية. كانت هنالك أيضا الكثير من العمليات التي ابتدأتها القوات التركية وتركيا بشكل عام في الداخل العراقي وحتى على المستوى السوري، أطلقوا عليها مخلب النمر ومخلب النسر في نفس الوقت، وأخذت طبعا صفحات من هذه العمليات. اليوم هذه العملية أطلقوا عليها قفل المخلب، أي بما معنى قد يعني بأن هذه هي انتهاء لسلسلة المخلب وعمليات المخلب التي بدأوا بها طبعا القوات التركية بهذا الشكل. وبالتالي العمليات هي تأتي بهذه الطريقة بالنسبة إلى القوات التركية، بل إن كان هنالك أيضا مقاطع نشرتها وزارة الدفاع التركية للعمليات منذ الساعات الأولى بعد الإعلان لهذه العملية بهذا الشكل. واضح استخدام طائرات F-16. إعلان وزير الدفاع التركي مباشرة قال بأن المرحلة الأولى لهذه العمليات نجحت وانتهت منذ الساعات الأولى من هذه العمليات. فجر هذا اليوم فقط قاموا ب20 طلعة جوية وهي مستمرة حتى هذه اللحظة بهذا الشكل. هذه هي عناصر الكوماندوز التي ترونها، هذه هي طائرات البلاك هوك بهذا الاتجاه التركي. وكذلك كانت هنالك لقطة مثيرة واضح منها بأنهم قد تكون وزارة الدفاع طبعا التركية هي متعمدة في هذا الأمر، بأن هذه المروحية التي ترونها
من طبعا الواضح جدا المروحية العسكرية التركية. واضح أننا لو ركزنا قليلا سنلاحظ بأننا أمام إحداثيات لموقع وجود هذه المروحية بهذا الاتجاه. إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي فقط لنرى أين تتواجد هذه المروحية بالضبط، هل هي فعلا في الداخل العراقي أم أنها موجودة في مثلا في سوريا على سبيل المثال أو في داخل الأراضي التركية وتستعد للهجوم. هنا طبعا كما ترون الموصل، دهوك وزاخو، المنطقة التي تتواجد بها هذه المروحية التي تحدثنا عنها والتي ظهرت واضحة طبعا الإحداثيات الخاصة بها تأتي بهذا الاتجاه، منطقة خالية تماما في داخل الأراضي العراقية. ولكن أيضا دعنا نبتعد قليلا بالقمر الصناعي فقط لنرى أين هذه المنطقة من الحدود مع تركيا، وهي نقطة مهمة جدا لكي نفهم من أين هذه المروحيات قادمة. هذه المنطقة التي ركزنا عليها وطبعا هي تبعد عن الحدود التركية بهذا الاتجاه ما يقارب الكيلومترين فقط. واضح أن المروحية دخلت إلى هذه المنطقة من أجل البدء بالهجوم. دعونا نبتعد قليلا عن هذه المنطقة فقط لنرى بأي اتجاه ممكن أن تهاجم هذه المروحية، هل هي تهاجم الثلاثة نقاط أم نقطة معينة فقط. وبالتالي إذا ما توقفنا عند هذه اللقطة فطبعا المنطقة التي تحدثنا عنها تأتي بهذا الاتجاه تقريبا، وبالتالي هي قريبة جدا من منطقة انتينا بهذا الاتجاه أو ميتنا بهذا الاتجاه، أي أنها تريد أن تقطع فقط 31 كيلومترا ومحتاجة أن تقطع 31 كيلومترا لكي تقوم بهذا الهجوم. والواضح أنها كانت قادمة بهذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه للقيام بالهجوم على هذه المنطقة التي نتحدث عنها. ما هي أبرز القواعد الموجودة من هذه المنطقة؟ هنالك قاعدة مشهورة جدا هي تقوم بهذه العمليات وموجودة أيضا في مدينة لها ولها اسم شهير جدا بالنسبة لهذه المدينة ومعروف للكثيرين. طبعا هذه المدينة التي أتحدث عنها هي هذه المدينة التي ترونها بهذا الاتجاه وهي مدينة باتمان، هذا هو الاسم الخاص بهذه المدينة. وهنالك قاعدة باتمان الجوية موجودة بهذا الاتجاه. وطبعا هنا كما تلاحظون هي الأراضي السورية بهذا الاتجاه، سبق لهذه القاعدة أن تلعب أدوارا كبيرة بالطائرات المسيرة بالمروحيات العسكرية بطائرات الـ F-16 إلى هذه المناطق الموجودة هنا وهي مناطق المالكية، وتحديدا في عملية نسر الشتاء التي تحدثنا عنها التي تمت في فبراير الماضي من العام الحالي. وكذلك أن من هذه القاعدة تحتاج الطائرات إذا كانت المسيرة أو غيرها أن تقطع ما يقارب 173 كيلومترا لكي تدخل إلى الأراضي العراقية ولكي تدخل إلى هذه المناطق. بالتالي وجود هذه المروحية بهذا الاتجاه ليس غريبا أبدا، قد تكون انطلقت من هذه القاعدة أو أي من القواعد الأخرى، ولكن هذه القاعدة هي نشطة للغاية. وكانت هنالك صورة لإحدى الطائرات المسيرة الموجودة في هذه القاعدة تحديدا، وأنا أتحدث هنا عن واحدة من الطائرات المسيرة المهمة وهي تال أنكاتو. هذه هي الطائرة المسيرة، الصورة كانت قادمة قبل 9 أيام تقريبا في 9 أبريل الحالي. هذه هي اللقطة التي ترونها لأحد المسافرين التي التقطها لهذه الطائرة المسيرة. واضح الجناح للطائرة طبعا بهذا الاتجاه، إن كان هنالك راكبا هو الذي التقط هذه الصورة لهذه الطائرة تال أنكا 2، هذه الطائرة المسيرة بهذا الاتجاه. وواضح جدا إن هنالك مبنى، إذا ما أخذنا هذه العلامات لكي نعرف أين تتواجد هذه الطائرة المسيرة بالضبط، هذا المبنى وطبعا يأتي في مكان ومنطقة خالية، أي إنه مبنى منطقة خالية، المدرج الطائرة المسيرة موجودة في منطقة مخططة بهذا الاتجاه. ومن حسن الحظ إن هنالك صورة أخرى لهذه الطائرة من زاوية أخرى أفضل توضح لنا أين تتواجد هذه الطائرة من نفس الراكب. طبعا هذه هي طبعا التخطيط الخاص على الأرض، طبعا هذه هي الطائرة، والواضح أن هنالك رقم 20 مكتوب على الأرض تتوقف عليه هذه الطائرة المسيرة. دعونا الآن نذهب إلى القمر الصناعي مرة أخرى لكي نأخذ هذه العلامات الآن بالاقتراب من هذه المدينة، مدينة باتمان، وتحديدا إلى قاعدة باتمان التي تأتي طبعا إلى شمال غرب هذه المدينة. هذه هي طبعا قاعدة باتمان، إذا ما حاولنا الاقتراب من هذه المنطقة مع عملية توجيه الكاميرا بهذا الاتجاه سنلاحظ طبعا بأننا أمام هذه المنطقة التي تحمل نفس العلامات. هذا هو التخطيط الخاص طبعا بهذه أو هذا المدرج، وهذا هو طبعا رقم 20 الذي تحدثنا عنه، هذه المنطقة الخالية وهذا هو المبنى، وبالتالي الطائرة المسيرة كانت تقف بهذا الاتجاه. هنالك كثير من النشاطات في الطائرات المسيرة في هذه القاعدة التي نتحدث عنها، وكانت هنالك في حقيقة الأمر تصريحات
إضافية مثيرة لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار، وهذا كان التصريح الرسمي الذي طبعا صرحه مع بداية هذه العملية اليوم على الأراضي أو في داخل الأراضي العراقية، وقال: نحن مصممون على إنقاذ أمتنا النبيلة من محنة الإرهاب التي ابتليت بها بلادنا مدة 40 عاما. نضالنا سيستمر حتى يتم تحييد آخر إرهابي. هذا بمعنى بالنسبة لهم بأنهم بحسب هذه التصريحات بأننا سنستمر حتى القضاء على حزب العمال الكردستاني. وعندما نتحدث عن حزب العمال المتواجد طبعا في الداخل العراقي، يريدون القضاء عليه تماما من خلال هذه العمليات التي ممكن أن تتوسع بشكل أكبر. ولكن هنالك مشاكل قد تواجه تركيا في هذه المسألة، فعلى الرغم من تقارب الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان مؤخرا طبعا وبشكل واضح مع تركيا، وبأن ليس هنالك اعتراضات كبيرة من الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان تجاه ما يجري، بل بالعكس على المستوى السياسي والدبلوماسي واضح الدعم لهذه العمليات، ولكن ليس هنالك أي عمليات تأتي من القوات العراقية أو مثلا البيشمركة أو غيرها، ليس هنالك مشاركة في العمليات العسكرية، وبالتالي على المستوى العسكري تركيا لوحدها تقوم بهذه العمليات. أيضا المقر الرئيسي والمعقل الرئيسي بالأحرى لحزب العمال الكردستاني وعناصره هي تأتي في جبل قنديل، وجبل قنديل هو يأتي طبعا محاذيا إلى إيران مع الحدود الإيرانية بكل تأكيد، وليس مع الحدود التركية، وهذا يصعب المهمة، خاصة وأن إيران اقتربت من تحت الطاولة مع حزب العمال الكردستاني منذ عام 2011 بحسب ما نشرت وما تحدثت عنه وتحدث عنه معهد كارنيجي في عام 2013، الذي أكد المعهد بأن هنالك تقاربا بين حزب العمال الكردستاني وإيران، بل إن حزب العمال الكردستاني أوقف نسخته الإيرانية من حزب العمال الكردستاني في عملياته في داخل الأراضي الإيرانية. وطبعا هذا يأتي لأسباب مهمة جدا، فالتقارب الذي جاء في عام 2011 بين إيران وحزب العمال الكردستاني هو جاء متزامنا مع انفجار الثورة بوجه نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي كان على وشك أن ينهار هذا النظام. والهدف الرئيسي من هذا التقارب طبعا هو يأتي من أجل محاولة إبقاء النظام بشار الأسد، كذلك الضغط بشكل أكبر على تركيا في ذلك الحين. وأيضا يجب أن ننتبه إلى مسألة أن أيضا الفصائل المسلحة الموالية لإيران في الفترة الأخيرة هي تزيد من عملياتها طبعا على معسكر بعشيقة الذي تتواجد فيه القوات التركية، ويقومون بالعديد من العمليات هنا وهناك باستخدام الراجمات أو صواريخ الجراد، وبالتالي الاستهدافات تستمر واللغة تستمر بالتصعيد، خاصة وأن إيران أيضا وحزب العمال الكردستاني بحسب الواشنطن انستيتيوت في عام 2017 أكدت بأن العلاقة تستمر والعلاقة مستمرة في التقارب بين إيران وحزب العمال، وأن استمرار هذه العلاقة سيؤدي إلى أضعاف الحكومة العراقية وإلى أضعاف حكومة إقليم كردستان، ولن تنجح هاتان الحكومتان إن لم يكون هنالك شيئا واضحا وإخراجا لحزب العمال الكردستاني من هذه الأرض، بالتالي أنت تتخلص من تركيا. فواضح أن المعادلة تأتي كلها تقريبا تصعب المهمة على تركيا، بل إن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة متوترة مستمرة مع تركيا، خاصة عندما ذهبت تركيا لشراء منظومة الأس 400 الروسية تدهورت تماما هذه العلاقة، وهذا نتحدث في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هي التي طبعا تشنجت العلاقة في حينها. وطبعا في ذلك الحين وصلت النقاط ووصلت الأوساط الأوروبية والأمريكية لتتحدث بأن تركيا وصلت إلى نقطة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنهم ليسوا أصدقاء وليسوا أعداء في نفس الوقت، ولكن كان هنالك ضغطا أمريكيا مستمرا في هذه العملية وفي نفس الوقت. ولكن الآن الأمر الذي استجد في 5 أبريل الحالي وبعد محادثات كبيرة بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، الواضح بحسب ما تحدثت عنه رويترز بأن العلاقة بدأ يقل التوتر فيها وأن هنالك محادثات إيجابية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. وإذا ما استمر هذا النجاح مع وجود دعم الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد يعني شيئا في وضعية حزب العمال الكردستاني بكل تأكيد. لذلك الأيام القادمة وتوسيع هذه العمليات وفاعليتها في الأرض العراقية وفي الأرض السورية تظل علامة استفهام إلى أين ستصل وكم ستستمر.